بونجور مدام حفيظة بن صالح، مسؤولة الإعلام في شبكة مرام بولاية وهران. نخليك أولا تقدمي نفسك وتقدمي شبكة مرام، فمرحبا بك مرة أخرى وتفضل. مساء الخير. إذا أنا السيدة بن صالح حفيظة، نائبة الرئيس في شبكة مرام، مكلفة بالإعلام في الشبكة ورئيسة جمعية سنن الاستكشافات والسياحة الثقافية. إذا هذه الشبكة، شبكة مرام، هي ذات طابع اجتماعي، إذا تحصلت على الاعتماد منذ بضعة أشهر. نقولوا شاء القدر باش نبداو الأنشطة تاعنا مع هذه الأزمة الصحية، أزمة انتشار فيروس كورونا كوفيد 19. ومن ثم كانت هناك أول نشاط، أول مشروع خيري تحت اسم متضامنون، شعاره من أجل مجتمع متضامن. إذا هذا المشروع اللي انطلقنا به الهدف منه هو إنشاء بنك غذائي مكننا من توزيع قفف مكونة من مواد غذائية ذات استعمال واسع ومواد تنظيف ومواد صحية على العائلات المهمشة في مناطق الضيل في مدينة وهران. باش نشرح لكم أكثر شبكة مرام. هذه شبكة مرام الهدف تاعها هو التشبيك بين جمعيات مدينة وهران. إذا لهذا هذه الشبكة جمعت أكثر لحد الآن أكثر من 12 جمعية ناشطة في مدينة وهران، ولكن مختلفة المشارب، بمعنى عندنا جمعيات خيرية، ثقافية، اجتماعية، سياحية. إذا الجمعيات الفاعلة في مدينة وهران إذا تشابكت باش كونت هذه الشبكة، شبكة مرام. هذه هي بصفة ملخصة ما يمكن أن أقول. لحد الآن بدأنا المشروع تاعنا بحملة تحسيسية، حملة توعوية، حيث قام متطوعو الشبكة بزيارة عدة أحياء بمدينة وهران، وقاموا بالتوعية المباشرة مع المواطن وتوزيع ملصقات لتوعية المواطن حول هذا المرض، طبيعة هذا الفيروس، كيف يتنقل هذا الفيروس، ما هي طرق الوقاية. ثم شرعنا في المشروع الخيري اللي تكلمت لكم عليه، مشروع البنك الغذائي. لحد الآن رانا قمنا بعمليتين. العملية الأولى الحمد لله مكنتنا من توزيع أكثر من 480 قفة في مختلف أحياء مدينة وهران. والعملية الثانية درناها في الأسبوع الماضي، وزعنا أكثر من 50 قفة. وباش نقول لكم، خلعنا الأماكن اللي مشينا لهم، مناطق الهشة اللي مشينا مدينة وهران، خلعنا شفنا كيفاش الحالة الاجتماعية للناس، كيفاش الناس ساكنين، كيفاش الناس عايشين. خلعنا وعندنا يوميا ريت وصلنا لطلبات الإعانة. كما شرحت فيما قبل، شرحت لكم طلبات الإعانة بسبب التوقف عن العمل. نشوف بزاف ناس عمال يوميين بسبب الحجر الصحي، أولا اضطروا إلى التوقف عن العمل، وبالتالي صبحوا محتاجين لإعانة. وحنا رغم الجهود اللي رانا نحاولوا نبذلوهم، ولكن غالبا ماناش قادرين نلبوا الاحتياجات تاع كامل الناس. هذه عندي سؤال حول لي، يعني شكون هم الناس اللي، ولا من اين يعني تتحصلوا على المواد الغذائيه هذه؟ من جهه، هل من المؤسسات، هل من اشخاص عاديين او من تجار؟
وثانيا كيفاش توصلكم طلب الإعانة؟ هل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا كاين أمور أخرى تعتمد عليها الشبكة؟ هي الإعانات كاين الإمكانيات الخاصة بالجمعية، هناك تجار الحمد لله، كاين هناك تجار قبلوا يتعاونوا معنا، كاين بزاف تجار، وكل اعتمدنا على المعارف تاعنا الشخصيين. حنا هنا في الشبكة عندنا رؤساء الجمعيات، باش نقول لك كيف الشبكة تخدم. نعم تخدم فعلا، كاين متطوعين، ولكن حنا كرؤساء جمعيات حنا رانا نخدموا، حنا رانا نروحوا للتجار، حنا رانا نروحوا للمعارف تاعنا، وحنا رانا نجيبوا الاعانات. سيتادير ما ناش نتكلوا على ناس واحد اخرين ولا هادي، حنا فا سوغ لو تيغا، وحنا رانا نتعاملوا مع التجار ونديروا لا بروسبكسيون، وحنا نجيبوا الاعانات. كاين الحمد لله تجار قبلوا يتعاونوا معنا، وكاين تجار اخرين رفضوا. بلا ما ندخلوا في تفاصيل. التفاصيل، بلا ما ندخلوا في التفاصيل، هذه هي. وتمكننا الحمد لله، الحمد لله بهذه الاعانات، كل واحد يجيب، كل رئيس جمعيه يعرف هذا دار دو بوشا وغير، هذه تمكننا فعلا نديروا البنك الغذائي تاعنا. ورانا نخدموا كوتيديان، مازلنا نديروا لا بروسبكسيون، مازلنا نسوليسيت دي جون، هذه يا دي جون كي ريبوند يعاونونا، يبغوا يعاونونا. وكاين الناس كل واحد حر في هذا الشيء، كل كل واحد واحد حر، كل كل واحد واحد باش هذه. قدر يعاون. كاين انسان يساعد يقول لك ندير القفه ولا تنين، كاين يقول لك نشري لك ماده. المعارف تاعنا سي تضيق الجهد الشخصي تاعنا، رانا حنا نتكلوا على روحنا، وما فيها لا متطوع لا والو، حنا رؤساء الجمعيات، حنا فاس سور لو تيغا تو الموند، من لكن رئيس الجمعيه. وحشين تقربوا منهم انتوما، وناس يحبوا يديروا الخير تقربوا من عندهم وهما يمدوا لكم المستلزمات اللازمة. اكزاكتومون، كل واحد واش يمد. حنا درنا قائمه تاع الطرد الغذائي، واش فيه المواد الغذائيه ذات الاستعمال الواسع، المواد الغذائيه والمواد الصحيه، داري القائمه، وكل واحد واش يحب يمد لنا. وقلت لك الحمد لله انا يو دو سيتادير دي ريزولتا بوزيتيف، تمكننا الحمد لله. ولكن مازالت كما قلت لك الامكانيات قليله بارابور لا دوموند، مازالت الامكانيات تاعنا فريمون قليله، ما تلبيش كامل الطلبات. ممكن تنسيق مع جمعيات أخرى تمكنكم أيضا من إعطاء يعني. الجمعيات في وهران، كاين جمعيات اللي ما التحقوش بالشبكه، كاين جمعيات ان هما تاني راهم يديروا، راك تشوف راه موضوع الساعه دروك، راهم يديروا تاني الطرود الغذائيه. اغلبيه الجمعيات راهم يخدموا في الكاريتاتيف، راهم يخدموا في الخير، كاين اللي يخدموا يلايموا القبائل، الكمامات القفازات، هذوك لي تونيت الاخر، كاين اللي يخدموا الطرود الغذائيه. La plupart تاع لي اساسيسيون كاع ايزون فيغي فيغ لو كاريتاتيف، سا سي نورمال باسكو على الوضعيه، لا كريس سانيتير، الوضعيه الصحيه هادي، كيما قال كانت انتشار الفيروس خلات كاع الناس اوتوماتيكمون كجمعويين بالسيف عليهم يل سامبليك، فهمت، يدواف سامبليكي، امبوسيبل نقعدو. راك تشوف انا كنت في السياحه اوبليجي، جو مو سوي امبليكي في الكاريتاتيف، malgré que عمري ما خدمت في الكاريتاتيف، جو مو سوي امبليكي باسكو اون بو با اوتون كو كيما قال لك النشطاء الجمعويين ما نجيبوش، اون بو با ريستي لي مان كروازي ونتفرجوا ونشوفوا الناس سوفر، الناس اللي ترافاي با، الناس اللي دون البوزوا، اون نو سوليسيت يقول لكم عاونونا، تشوف في فيسبوك يسالوا لك، ميسنجر يسالوا لك طول طون، ما تنجمش تقعد لي مان كروازي، اوبليجي تو بوج. الوغ تو الموند اي اونتخان دو بوجي. هذا هو الدور المهم تاع الجمعيات وتاع الجمعيات. الحمد لله tout le monde est en train de bouger. Il y a eu même des ateliers de couture du jour au lendemain. C'est des gens vraiment nécessiteurs eux-mêmes. Ils se sont mis du jour au lendemain à coudre toutes les bavettes, toutes les tenues. Tout le monde s'est impliqué. Franchement, on a tout le monde s'est impliqué. C'est bien de voir ça, que Garnes elle essaie d'être solidaire, d'aider. Ça c'est une grande chose. Hein. C'est pas une très bonne chose, justement, de la mobilisation. Les gens qui aident, des fois, ils ont le besoin. Ils ont le besoin, oui, ils aident. Malgré ça, ils aident, ils ont le droit. Il y a des gens qui cuisinent, des cuisiniers qu'on connaît qui se sont mis à cuisiner des plats pour les médecins. Tout le monde aide. Ils ont le droit.
اوتوماتيك حنا كجمعويين هذيك باينه با ريستي لي مان كروزين نتفرجوا نبلعوا على روحنا اون بو با مالغري كو يا لو ريسك تاع لا كونتاميناسيون هذه مي اون بو با ريستي ا ريغاردي اون اي اوبليجي دو سامبليكي هذه هي سي نورمال راكي هضرتي على امر مهم جدا هي لا سيكوريتي تاع الامن والوقايه تاع المتطوعين وشبكه مرام يعني قدمت اون فورماسيون اون لين مع جمعيات اخرى حول مع اخصائيين خاصه حول كيف المتطوع يقي نفسه من هذا الوباء خاصه هو يكون دائما في الميدان اون كونتاكت افيك لي جون مع الناس في المستشفيات اكزاكتومون بون هذا لو بروجي هذا البروجي سيتي لو بروجي تاع جمعيه شباب وهران اذا جمعيه شباب وهران بالتعاون مع شبكه مالا باسكو لو فيس بريزيدون تاع الشبكه هو رئيس جمعيه شباب وهران الاستاذ عبد الرزاق بن يحيى إذن on a lancé le projet HADA. Le projet HADA, c'est une formation en ligne pour les bénévoles, متطوعين. سموها متطوع كوفيد 19. إذن هذا التكوين، هذه الدورة هذه التكوينية هي دورة تكوينية عن بعد. الهدف منها هو تكوين المتطوعين في هذه الفترة تاع الوباء. تكوين واش فيه؟ تكوين هذا فيه أساتذة في الطب، أساتذة في التمريض، أساتذة في المعلوماتية، أساتذة في الترجمة. الهدف منه تكوين المتطوع، كيفاش غادي يكون التطوع تاعو في هذه المرحلة الصعبة باش يتفادى العدوى بفيروس كورونا كوفيد. إذا راهم داروا ورشتين، داروا الورشة الأولى كان الهدف منها التعريف بهذا الفيروس، طبيعة هذا الفيروس، كيفية انتقال هذا الفيروس وكيفية الوقاية منه. اذا هذه كانت الورشه الاولى. الورشه الثانيه تكلموا ايضا كيفاش المتطوع يحمي نفسه، باسكو حنا اوتوك بينيفول كمتطوعين رانا معرضين للعدوى بالدرجه الاولى حنا في التيران تو لي جو اون سور كوتوايي دي كوميرسون. حنا تو لي جو اون اي ان تران دو سي تادير رانا نلمو في هذاك لو كولي هذوك المواد هذوك لي باكيج ما يكون فيهم لو فيروس. حنا اون كوتوا لي جون ديستريبيو سي تادير حنا رانا اون بروميير لين اون طونك بينيفول رانا اون بروميير لين. الوغ لا فورماسيون هذه الفيزا سي تادير تحوس توعي المتطوع كيفاش يحمي نفسه من العدوى ولا الحمايه. راكو عارفين الحمايه كيما هضرنا عليها كاع بصفه عامه، الحمايه هي اولا وضع الكمامات. وضع الكمامات شيء مهم باسكو حنا على بالنا بلي هذا الفيروس راه يفوت من النيف والفم ولا يفوت بلي غوتلات. حاجه اخرى ثاني التباعد الاجتماعي غسل اليدين كل 10 دقائق نغسلوا يدينا، كي يفدوا لي كارطون يعاودوا يغسلوا يديهم. هذه هي سي تادير نعطوهم ارشادات كيفاش يحموا نفسهم من العدوى. هذه هي وفي نهايه هذه الدورات ان شاء الله غادي يكون يعطوهم شهاده الكترونيه، شهاده تتبع ومتابعه هذه الدوره، شهاده الكترونيه. هذه هي وصمود، هذه هي ليدي تاع لا فورماسيون. باسكو خممنا اوتوك بينيفول او بروميير دوغري، خممنا بلي حنا الاولى رانا معرضين، اوني با فورمي، اون با ايتي فورمي pour faire face à cette pandémie. حنا رانا رؤساء جمعيات ولا متطوعين باش نخدموا صاي ما على بالناش، حنا با ايتي فورمي بور سا. C'est-à-dire ça c'est pour former le bénévole qui fait face à la contamination. Un risque de contamination, on dit un risque de contamination. هذه grosso modo هذا هو لو بروجي اللي لانساه الاستاذ عبد الرزاق بن يحيى. رئيس كانت وطنيه على حسب المعلومات وطنية. كان هناك متطوعين بدنا من الجزائر العاصمة من عدة ولايات وطنية، ومام الأساتذة المكونين كانوا من داخل الوطن ومن خارج الوطن اللي يساهموا. حاجة مهمة أنه الكل يعني يندمج في هذه الحملات التطوعية لحماية المجتمع الجزائري من انتشار وباء كوفيد 19.
حقيقة يعني مشاريع وأمور جد إيجابية تقوم بها الجمعيات في وهران، منها شبكة مرام. ولكن أنا حبيت نهضر معك حول موضوع مهم جدا، وهي تواجد المرأة الجزائرية في الميدان التطوعي في مواجهة هذا الوباء. المرأة الجزائرية هي متواجدة وبقوة في الصفوف الأولى لمحاربة انتشار هذا الفيروس. واش تقدري تقولي لنا على يعني لونجاجمون تاع لا فام الجزائريان في كونتر لو كوفيد 19؟ المرأة الجزائرية هو معروف عبر التاريخ، المرأة الجزائرية دائما كانت إلى جانب الرجل في كل المواقف، المواقف الصعبة اللي مرت بها الجزائر. وملي نعود إلى التاريخ، إذا هذه بطبيعة الحال هذه حاجة طبيعية، مام في هذه الأزمة الصحية الدور تاع المرأة راه دور كبير. راك تشوفوا راه كاين طبيبات، راه كاين ممرضات، راه كاين في الحماية المدنية، راه كاين في الشرطة. المرأة راهي الحمد لله لا اوكيبي كامل لي بوست، دروك صاي ما بقاش كاين سيتادير وظيفة راهي حكر على الرجل، ولا وظيفة حكر على المرأة. المرأة دخلت كامل لي ميليو، دخلت وما يخدم فيهم اوتوماتيكمون. لو بينيفولا سي لا ميم شوز، العمل الجمعوي سي لا ميم شوز. كيما تسيبو رئيس جمعية تسيبو رئيس الجمعية، تسيبو متطوع رجل تسيبو متطوع امرأة. والمرأة راهي متطوعة، راكو تشوفو راهي اون فاك، راهي في مام عندنا في شبكة مرام، راهم تبارك الله النساء راهم دايرين حالة. هما قابضين لنا المستودع، هما قابضين لنا لا جيستيون دو ستوك، والله العظيم ما شاء الله فرانشمون يخليو ديارهم يخليو وليداتهم ويجو يبخل لو ريسك. فرانشمون سي دي فام، سي تادير لو شابو با فريمون، تولي جور ما يعياوش ما يخافوش من العدوى، ويجي وينظموا هذوك المواد اللي يدخلوا لي كارطون يدخلوا ويحسبوهم ويرفدوا مع الرجال. فرانشمون لي فام سون كوراجوز بور فير تو سا. انا اوتو كو بريزيدون داسوسياسيون جي دو فير لا بروسبكسيون نو بورت ا بورت، ومشيت من تاجر لتاجر ونقول لهم عاونونا وحنا مغبونين. و وي كو لا فام لي توجور بريزونت، ايل دون ان كو دو بوس، سي دو بانش كيل دون دو بانش كان ميم كونت ايل بريزونت. حاجه بان لك ليه هذه ما بان لك ما تبانش الراجل، تبان للمراه، ايل دون بوكو دو كوراج. هذه هي انها بصفه عامه تكمل العمل تاع تحسن الراجل والمراه يسون كومبليمونت، واحد يكمل واحد. هذه بالسيف كما قال لك لازم منه، هذه هي سنه الحياه، هذه هي. وما ما هذه في هذه الوضعيه، وفي الحق ما يزون ريبوندو وجاو النساء وراهم واقفين متطوعات تبارك الله، ويفدوا السلعه ويسدفوا السلعه ويبلعوا لي كارطون. On a tous participé, hommes et femmes, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre les femmes et les femmes. Il n'y a pas de تحية لكل نساء وهران وكل نساء الجزائريات اللي راهم متواجدين في سواء في التطوع ولا في مستشفيات، أطباء أو ممرضين أو حماية مدنية شرطة، كل نساء الجزائريات اللي راهم متواجدين في الميدان تحية كبيرة لهم، وخاصة بشجاعتهم وقوتهم قوتهم راهم متواجدين بقوة في الميدان، وهذا شرف للمرأة الجزائرية بصفة عامة. حافظة نخليك تختمي الحوار بكلمة أو بأمر تحبي تختمي به، فلك كلمة. إذن في الأخير أحيي بدورنا، أحيي كل المتطوعين رجل وامرأة، أحيي كل الشعب الجزائري، نهضوا كل الشعب الجزائري، كل الشعب الجزائري وضع اليد تاعو وضع البصمه تاعو. كل واحد عاون في الحقيقه، كل واحد عاون، اللي خيط اللي طيب اللي سربا اللي هادي. الجزائريين دائما يمدوا مثال الحس التضامني اللي عندهم، الحمد لله يا ربي
ربي يخلينا كي من هاك، ولكن ان شاء الله ربي يرفع علينا هذا البلاء وما طولش إن شاء علينا الله هذا آمين، هذا ما الدا، نتمناه في أسوأ خاصة ممكن في إن شاء الله. كروبة شهر رمضان، ان شاء الله ربي يلطف بينا آمين ويرحمنا ويفرج علينا كما قال لك، ويشافي المرضى اللي هم مرضى، ويرحم الموتى اللي توفاو، ويصبر آمين اهالي، باسكو صعيبة واحد يبيغ ان مون سا فامي، سي فريمون تري ديفيسيل، نحس نعاونهم زعما ربي يصبرهم وربي آمين يحفظنا كما قال لك، هذه هي يحفظ بلادنا، هذا ما نقول، آمين هذا ما نقول. آمين. شكرا. شكرا جزيلا حفيظة دافوا اكسبتي نوتخ انفيتاسيون. ان شاء الله ربي يرفع لنا البلاء من هذا الوطن الحبيب، ويرحم كل موتانا ويشفي مرضانا. شكرا جزيلا مرة أخرى، إن شاء الله. شكرا جزيلا.